تتدرب لاعبة تنس الطاولة نيتشيا ليان استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تخوضها وهي في سن 57، وإذا ما أقيمت الألعاب الأولمبية في موعدها في يوليو تموز ستكون لي أكبر مشاركة سنا في الحدث الرياضي الكبير، خاصة وأنها تقترب من الاحتفال بعيد ميلادها 57، وستكون دورة طوكيو 2020 فرصتها الأخيرة للمنافسة في الأولمبياد، لكن المخاوف من فيروس كورونا لا تفارقها أثناء التدريب، إذ تتمنى لي تأجيل الأولمبياد في أسوأ الظروف بدلا من الإلغاء. وستكون بطلة العالم السابقة الفائزة بذهبية الفردي والزوجي المختلط في الصين عام 1983 أكبر لاعبة تنس طاولة سنا تشارك في الأولمبياد، إذا انطلقت المنافسات في موعدها يوم 24 يوليو تموز. وكانت ني قد نافست في أولمبياد 2000 و2008 و2012 و2016، وكانت أفضل نتيجة لها حين كانت تبلغ 37 عاماً بالوصول إلى دور 16 في سيدني، وتأمل في المضي قدماً في نسخة طوكيو هذا العام. وتنتمي ني في الأساس لشنغهاي، وانتقلت إلى لوكسمبورغ قبل نحو 30 عاماً كمدربة في البداية. وكانت حكومة اليابان قد أكدت أنها ما تزال ملتزمة بالجدول المحدد للألعاب الأولمبية، كما نفت اللجنة الأولمبية الدولية مراراً التكهنات بتأجيل الدورة رغم تأجيل وإلغاء العديد من المنافسات الرياضية حول العالم بسبب الفيروس. لم يشارك أي رياضي في تنس الطاولة في هذا العمر في الأولمبياد، وتدرك نيس أن دورة طوكيو قد تكون الأخيرة لها، لكنها لم تستبعد المشاركة في أولمبياد باريس 2024.